مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الرياضة. كرة القدم السورية تتجه إلى مصير يمكن أن يكون مجهولا إذا ما كانت هناك عدة قرارات تواكب العصر، عصر كرة قدم جديدة. من بين هذه الصعوبات التي تلاقيها كرة القدم السورية هي الأندية التي تنطوي تحت لواء اتحاد كرة القدم، بما يخص إدارة الأندية وأيضا الإشراف على الفئات العمرية بالنادي وأيضا الصرف الذي يجب أن يكون من خلال اتحاد الكرة وليس من أصحاب الذين يأتون كرؤساء أندية أو أعضاء مجلس إدارة. لكن في السنوات الأخيرة كان توافق كبير ما بين هذه أو بهذه العملية من خلال تقديم الأموال اللازمة للمضي قدما بكرة قدم سوري في حال كان اتحاد الكرة مقصرا في هذا المجال. نادي تشرين من بين هذه الأندية يرزخ تحت مشاكل كثيرة منذ عدة سنوات، لكن هناك فترة ذهبية عاشها هذا الفريق من خلال نيل البطولة بثلاث مرات على الجمهور الذين فعلا كانوا سندا واحدا من خلال كانت إدارة جيدة رحمه الله طارق زيني. لكن الأهم هنا إعادة الإقلاع، كيف كانت لهذا النادي الكبير صاحب الشعبية الكبيرة في سوريا وفي خارج سوريا، كان يحتاج فعلا لرجال قدموا لهذا البلد، قدموا لهذا الوطن وقدموا المال، لكن اليد الواحدة لا تكفي أن تصفق. على كل حال اليوم حلقة أعتقد هي حلقة من نوع آخر، هناك استقالة لإدارة نادي تشرين، ما الذي حصل؟ كيف يمكن السيطرة على تحديدا موضوع إدارات الأندية في سوريا، ليس فقط إدارة نادي تشرين؟ على كل حال كلام في الرياضة لهذا اليوم عن إدارة نادي تشرين المستقيلة، وأيضا كلام عن الدوري ونهايته قبل جولتين، كل ذلك لكن بعد الفاصل. من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم في برنامج كلام في الرياضة، الأستاذ مهدي بدور رئيس نادي تشرين المستقيل. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ مهدي. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بمتابعينا بالقائمين على قناة أغريت. بتشكر كل القائمين على قناة أغريت على الجهود المبذولة، واللي بتشكر الأستاذ مازن على الجهد اللي بذله بنقل مباراة تشرين وحطين، لأنه كانت غير منقولة على صدى اف ام، فبذل جهد مضاعف ونقل المباراة. مشكورين جميع العاملين في قناة أغريت. على كل حال أنا بدي رحب بالأستاذ مهدي ترحيب كبير. هلا بيقولوا والله ليش مثلا أنه المقدم البرنامج عم يرحب بالأستاذ مهدي كونه رئيس نادي سابق. أنا بدي بيقولوا كنت في خضم هذه المعركة منذ سنوات طويلة، وهي كنت عضو مجلس إدارة بنادي تشرين، أعرف كيف تؤكل الكتف وأعرف كيف يتم العمل في إدارات الأندية، وبالتالي أنا بدي أقول للأستاذ مهدي حمد على سلامتك. الله يسلمك ويعطيك ألف عافية. هلا رئاسة النادي هي صعبة أستاذ، هي مهمة والله، صعبة جدا بواقعنا بالظروف المادية اللي عم نعيشها بالبلد، قاسية جدا كواقع باقي الأندية. الواقع المادي هو صعب، هو سبب من الأسباب الاستقالة اللي بدنا نستفيض بالشرح قبل الاستقالة. بعرف تسألني عن الاستقالة. هلا أكيد يعني هلا مثلا لكل الجمهور اليوم ناطر ببرنامج كلام في الرياضة، مهدي بدور استقالة من إدارة نادي تشرين، لكن بعد معاناة مالية. أنا بعرف تفاصيلها يعني كل الجمهور تقريبا بيعرف تفاصيلها، لكن شعورك وأنت عم تشوف، أنت عم تقود نادي تشرين بالمرحلة الماضية أستاذ. خليني أبدأ بالبداية، يعني من وقت اللي استلمنا رئاسة النادي وتكلفنا بإدارة تسيير الأمور اللي بالظروف اللي كان عم يعيش النادي بعد الاستقالة الإدارة السابقة والفراغ الإداري. أنا من محبتي بالنادي، يعني أنا الوضع كان أنا ملم فيه بمفاصل النادي، بعرف أنه الوضع المادي سيء، بعرف أنه ظروف قاسي. أنا جيت يعني مبريت للمهمة بغيرتي عن النادي، محبتي بالنادي، يعني أنا محيط بجوابها كلها، بعرف أنه صعوبات جمع بدها تحيط فيني، فأجينا بإدارة تسيير الأمور من بداية. كان هلا قبل ندخل حذروك من يعني اداره مثلا نادي بحجم نادي، ما بالضروره التحذير، انا ملم فيها. انا بعرف الواقع هيك وبعرف انه صعوبه وبعرف انه الامور هي، بس انا يعني كان عولت على شيء انه ممكن تتضافر جهود اكثر، ممكن تلتف المحبين حول النادي. مثل ما انا مبريت للمهمه، انا كنت يعني ماني مستعد لها نهائيا، انا كنت عندي اعمالي وعندي اشغالي
وانت بتعرف الواقع يعني هلا ما في حدا معه السيوله الكافيه تتغطي مسيره النادي. صحيح. يعني الامر ما بيتعلق بمئات الملايين وبالمليارات، يعني ما انه والله الامر انه بيخلص معي ب 200 و300 و500 مليون، وهذه السيوله ما هي متوفره. نعم. فكان القرار يعني الاداره عفوا استلام الاداره ب 27/7 انطلاقه الدوري 25/8 يعني معنا تقريبا شيء 20 23 يوم لانطلاقه الدوري. فاجيت انا اجتمعت مع اللاعبين، وفي كثير من الناس او من المشجعين بيقولوا انه يعني يلاموني انه كيف قلت انا بدي انافس على بطولي، انا كيف بدي اجتمع مع لاعبين مع نادي تشرين الكبير. نعم. مع جمهوره الكبير والغالي اللي على قلبي يعني، اللي هو سبب كان من الاسباب انه برايي له المهمه الصعبه. انه انا كيف بدي اجتمع مع اللاعبين اقول لهم لا نحن ما بدنا ننافس على بطوله الدوري، يلا يا شباب نحن بدنا نبقى بالدرجه الممتازه. لا انا ما فيني اقول له الحكي مع نادي حاصل على 3 بطولات وبطوله الكاس. فانا قلت لا يا شباب انتوا ابطال ونحن بدنا نحاول نعمل تعاقدات بهالمده القصيره، ونادي تشرين اي شخص بيلبس هالبلوزه هي شرف، ورئيس نادي شرف لاي شخص بيشتغل في نادي تشرين. قبل ما نكمل مساله التعاقدات، انت جيت على اداره النادي كان في تعاقدات ولا هي اللي بدي اخلك فيها بتفاصيل استاذ اليوم، بدي اخذ دورك انا بدي احكي كثير. يعني تفضل ولو الله يخلي لي اياك. فكان في تعاقدات بالنادي تقريبا شيء 10 تعاقدات، الكادر معين، الكابتن ماهر البحري، الكابتن كينان، الكابتن محمد اليوسف، الكابتن رامي لايقة، نعم، والكابتن سالم بيطار. هلا بتقول لي كمان بنمشي فيها بالكادر، هلا بنحكي بشق الكادر. نعم. بنحكي بشق اللاعبين والتعاقدات والقليل اللي بلشنا فيها. اجينا مع الكابتن ماهر البحري، يعني انا بتفاجئ بعد مسيره وانطلاقه الدوري، يعني انا ما اسال مثلا التعاقدات يا كابتن ماهر بيقول لي انا ما بعرف فيها، يعني هذه كانت مفاجاه لإلي. نعم. بسال الاداره السابقه والله ما بعرف على شو تعاقدنا، يعني هون كان في خلط بالاوراق، لكن في خلط بالاوراق وضاعت علي انا الامور وانا ورثتها وراثي هالامور هذه كلها. فكان عفوا كان مجمل التعاقدات كان التعاقد مع ابراهيم عالمي، مع ليس علي، مع عمر ريحاوي، مع حسن ابو زينب، مع علي زكريا، مع نور غريب، مع ايمن عقيل. هي التعاقدات كلها مجري بالاداره السابقه، ولا عندي اي اطلاع عن كيفيه التعاقد ولا اليه الدفعات الماليه الموجوده. حكيت مع الاداره السابقه اعطونا العقود مشان نطلع لي ويكون عندي تصور، لانه يعني صار يسالني اللاعب انا الي كذا الي كذا قبل انطلاق. طبعا بدك تشوف الامور الماليه المتعلقه بهذا الموضوع. اجتمعنا مع الكابتن ماهر البحري قال لي انت بتنافس، قلنا له بنافس ليش لا؟ حتى لو انا بدا تضحيات وانا عندي استثمارات وعندي عقارات بدي احاول اني قدر الامكان اعرض على البيع وبدنا نكمل. يعني عمليه تعويض بهذا الموضوع. نعم. يعني كانت الاماني يعني خياراته كانت محدوده بخ، ما كان في كده، يعني معظم اللاعبين كانوا متعاقدين مع الانديه. طبعا يعني كان سوق الانتقالات تقريبا خالص، ولو انه يعني باحترام اللاعبين من نادي كثير كويسين يعني ما نقول. نعم. نوعيه اللاعبين عندنا، نحن عندنا نوعيه لاعبين ممتازين. نعم. لكن كم عندنا هي بانطلاقه الدوري. يعني كم انا النوعيه ممتازه، يعني مثلا خط الدفاع عندنا 4 بس بدلاء ما كان فيه ممتازين، مثلا خط. نعم. الهجوم خط الوسط هي اللي بحكي فيها النوعيه ممتازه، ولكن الكم ما فيه بدلاء فعانينا من هالنقطه. فاجينا نحن الكابتن ماهر صار عمل اتصالاته، اجرى اتصالاته، وانا صرت اجري اتصالاتي كمان لحالي، رغم انه انا ما تدخلت ولا باي لاعب ولا تعاقدت مع لاعب الا بناء على طلب الكابتن ماهر البحري، يعني بمشورته ولا تدخل فني ولا ما ولا واحد يصير توصل يعني نهائيا. انا اشر لي على لاعب ونحن. نعم. هذا خياراتك، هذا خياراتك. فوقع خيارات وعلى 2-3 من اللاعبين هذول كانوا موجودين في سوق الانتقالات وظفر فيه. بالاضافه كان عنده تعاقد مع اللاعب ميلاد حماد. انا قال حميد ميدو في اللاعب وفي لاعب يعني غير ميلاد حماد وكانوا ميلاد حميد لا كان موجود من تعاقدات الاداره السابقه. فانا هون في نقاط، يعني النقاط اللي دائما تحمل انا كنت اتحملها من بعض الجمهور يقول انه والله مهدي بدور افرغ على دكه الاحتياط. نعم. انا ما افرغت، انا خيارات وانا تركت المجال كامل. هي اول مره انا بحكي لها الحكي وشكرا لك لتحت الفرصه. قال له يا كابتن ماهر شو اللي بدك يا انا جاهز عليه. قال لي انا مشان الامكانيات الماديه، قلنا له ممكن نتضايق شوي بس انا في بعرف انه عندي خلفيه ارضيه ممكن نستند عليها، يعني ما انه والله ما في شيء. قال لي ماشي. فكان وقع خياره على كذا لاعب المتاح له،
يعني ما كان بقى فيه كله مخلك مثل ما تفضلنا واسلفنا كله تعقد يعني مع الاهلي الاخرى. نعم فاجينا تاجل الدوري بتفاجئ بالكابتن ماهر خلي انا في عندي لاعبين بدي افسخ له. قال يا كابتن يعني هلا راح انطلاقه الدوري يعني. قال هذا رايي الفني. قلنا له ماشي. قال في عندي لاعبين من برا بدنا نعمل لهم تعاقدات. قلت له على مسؤوليتك انا ما عندي الخبره الفنيه بهالموضوع. قال في اللاعب خوده في اللاعب تراوري في كذا بدنا نجيبه. قلنا له ماشي. وهذا الشيء مكلف. مكلف ماديا. اه شيء طبيعي يعني. يعني انت بدك تفسخ عقود وترجع تعمل عقود مره اخرى. ففسخ فسخ العقد حميد ميدو ميلاد حمد وطبعا كنت انا دافع. يعني هلا اسلفنا التعاقدات اللي قايمه فيها الاداره السابقه ولا دافعين الا 156 مليون فقط من كل العقود اللي عاملينها ولا دافعين شيء عقود على بياض 156 للكابتن ايمن انجيل والكابتن ماهر البحري والكابتن ليس علي فقط. وانا ماني ما عندي اطلاع لبعرف الاهالي دافعين فيها نطلب لنا العقود يتاخروا فين شوي يتاخروا فين شوي ضلينا تقريبا وين عشان كان في بقولوا يعني كان في 800 مليون يعني ما ليس فقط يعني هذا الكلام اللي 800 مليون مين انه دافعين لا لا, لا 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 ما كان في كان في 150 مسؤول عن كلامي له بعد 100 سنه انا الكلمه اللي بحكيها انا مسؤول عنها 156 مليون كان المدفوعات هلا بنحكي باللاعبين خوده والشباب تيكيت الطيارة دفعنا تكلفة باهظة يعني تم التعاقد مع لاعبين يعني جدد أنا بقول لك يعني. نعم. أنت يا مهدي بدور أنت ليش ما جبت طيب اللي دفع على خودة وتراوري 250 مليون تكلفة مبلغ قلمه بالورقة مبلغ كل والمبلغ نعم. تيكيت الطيارة غالي والذهاب وإياب وكان يعني كذا دولة توصلوا على سوريا وانا ما بنعرف عنه الا انا ولا الكابتن ماهر الا من خلال السي في للاعب يعني الموجوده ممكن نعم. ممكن تفاجئ الكابتن ماهر بادائه ما عجبه فنيا هلا اللاعب ساعه اللي بيجي لعنا على سوريا هلا انا بنوجه تحيه للاستاذ فراس قال ما بالضروره انه والله اذا اجاني لاعب انا يعني من برا يكون عنده قدرات هائله وندفع نحن اموال بحق اللاعب او ثمن لاعب نعم وعندنا لاعبين نحن لا بالعكس اللاعبين الموجودين في سوريا اثبتوا بكل الدوري السوري افضل من اللاعبين هذا تصريحه الاخير اللي بياكد انه يعني النادي ما في يعني مصاري ما في مال يجيب من ابناء النادي يلعب ابناء النادي لا حتى نعم. يعني استاذ الغالي انت ما تجيب لاعب يفوق اللاعب المحلي صحيح يعني اللاعب ايكي يعني ممكن توفيقه بالدوري السوري يعني بالمجمل كل التعاقدات اللي عملتها الانديه مع اللاعبين المغتربين ما توفق يمكن نادي اثنين على اللاعب المحلي ينصرف طبعًا مصاري طبعا انا هذه كانت وجهه نظري طبعا هذه كانت وجهه نظري مع الكابتن ماهر انت ما تخلي ضائقه ماديه انت اللي مدفعني 250 مليون بالاضافه لعقد اللاعب حميد ميدو 75 يعني ضلينا لو ما الكابتن عمر رحاوي جبناه من نادي الجيشون ولا كانت المصاري بيخلك اللاعب ما معي كمان يعني بتروح المصاري هيك طبعا بالهوا بتروح هلا انا ما بلومه للاعب انت تركته عندك يا كابتن ماهر لحميد ميدو ولميلاد حمد شهر ونص تكتشف انه هذا اللاعب ممكن بيخدمني ولا بيخدمني هذا يعني انا المده الزمنيه طويله نعم بعدين في عندنا كمان نقطه باللاعب السوري انه والله ما انا ما بنزل بتجرب طيب انا شو بيعرفني هذا اللاعب اذا عامل عمليه اذا صاير معه ظرف هو لازم يكون في فحص طبي بهذا الموضوع لا ما بيقبل هلا جبنا نحن تراوري نعم اجى مريض خلق قلب صار يتحجج ما ينزل على التمرين أنا مريض قلب وسوقوه نعم جابوه لهون نعم على سوريا نعم هذا الشغلات كدا. أنا هي مقلق في قصص ما بيعرفها الجمهور يعني أنا نعم. اليوم نحكيها فقلنا له يا كابتن ماهر التعاقد أنا من برا ما بقى شيء أنا ال 250 أصرفه على الفريق كان أفضل بكثير طبعا بالإضافة للاعبين المحليين اللي فسخت له أنت اللاعب كمان تحملت أنا عبء مادي نعم يعني انا اللاعب اللي اجى ضل عندي شهر ونص ولا هي كمان بده راتبه وبده بالاضافه لمقدم عقده هلا على كل حال في رساله فضل. من شادي ابو حيدر بيقول لك صدقت دافعين مبلغ 156 مليون تعيل جمهورنا غالي ومن العياده الخفيفه كثير ناس يعني عفوا وقفت مع النادي من امثال شادي ابو حيدر في ناس غيوره على النادي نعم في ناس طبعا هذا من الجمهور انا بنقول نعم نعم جمهور بعض الجمهور الاهلي يعني جمهورنا استاذ هو سبب التضحيه طبعا نعم. طبعا بالاضافه في الشق الثاني انا ما نحكي هلا في الثانيه استاذ الغالي بالنسبه للجمهور فالتعاقدات اللي صارت
انت يا كابتن ماهر البحري بتتحمل مسؤوليتها من اولتها لاخرتها، انا ما افرغت دقه الاحتياط، انا ما فسخت لولا حميد ميدو اللي جايب 250 مليون دافع على تراوري وخوده ورواتب واقامه هون بسوريا، كان قادر يكمل له عقده لحميد ميدو لميلاد حماد وللاعب اللي بدك تجيبه، كنت غطيت فيه لاعبين ثلاثه وابناء محليين. هاي اخطائك ما اخطائي. أيوة. انت كل تصريح بتقول دقه الاحتياط فاضيه، لا انا بالعكس ضلينا بين سجالات خالد المبيض بدنا نجيبه وما بنجيبه، يعني هاي على سبيل المثال. يعني هي كانت اتهامات لرئيس النادي، لرئيس النادي هو افرغ تعاقداته. نعم. تعاقدات معامله. افرغ دقه الاحتياط، افرغ دقه الاحتياط انا بال 250 مليون. نعم. هاي على الملا بتجيب لاعبين ثلاثه، مرق لك خط اول خط ثاني يا اخي. نعم. فهي النقطه انا ما افرغ دقه الاحتياط، خلصنا منها بالنقطه هاي، وبالتعاقدات انا ما اتدخل فيها بالجانب الفني، ما اتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. ورغم انه انا كمان يعني وجهت تحية للكابتن عبد القادر كردغلي، يعني انا قلت له هي بقوله، قلت له كابتن عبد القادر انت بتتدخل بالكابتن ماهر البحري وبالكابتن محمد يوسف وبالكابتن كنان بالكادر كله من فوق لتحت، وعندك الصلاحيه التامه تشيل اي مدرب من دون الرجوع الى رئيس النادي، تتدخل بالامور الفنيه من انا ماني ملم فيها. طبعا يعني الله يشفيه صار عنده ظروف و الحمد يعني الحمد لله هو خبره كبيره، يعني طبعا الكابتن عبد القادر الكردالي واي نادي بيجي عليه اكيد خبره كبيره يعني. وانت اعطيته صلاحيات كثير انه كابتن خالد الامور في امور انا ماني ملم فيها. نعم. لما واحد يتخبى ورصبه على الامور الفنيه ما بعرف فيها، ماني ملم فيها. هلا بتخلي على الامور الاداريه بيقولوا لك ضعف الاداره، لا ما كان في ضعف اداره، هلا بيكتشفوا كل قديش ما تحمل رئيس النادي من بدايته لنهايته. طبعا انا ليالي ببدايته ما ناي صعب بعد ما تم التعاقد من هذا تم التعاقدات اللي تعاقد عليها. طبعا ما كنا ممكن كان موفق في بعض التعاقدات، ما كان موفق في الشق الثاني. انطلقنا بانطلاقة الدوري، هون كان في التزامات، بلشنا بتسكير العقود اللاعبين، صرت اطلع على مقدمات العقود اللاعبين. طبعا العقود اللاعبين كلها من ابراهيم عالمي لاخرتها تقريبا مليارين و700 مليون. مليارين و700 مليون بالاضافه لكادرنا البركي، اللهم صل على النبي، اكبر كادر في الدوري السوري. لانه كان في هون نقطه، انا كمان الكادر. شو قصدك الكادر يعني؟ الكادر الكابتن ماهر البحري، مساعده الكابتن كنان، الكابتن رامي، الكابتن محمد اليوسي. طيب اجينا هون قلنا له يا كابتن بدنا نخفض الكادر، قال ما صعب شيلني. طبعا انا ما بخفيها، حكيت مع كذا مدرب ما بقى فيه. هلا في الانديه الاخرى كان في عندهم كادر اصغر من هالكادر يعني؟ هلا في ولا هني نفسهم تقريبا يعني؟ لا طبعا هلا مساعد معد بدني. طيب انا بدي المعد البدني. انا صرت يعني على سجال مع الكابتن ماهر، يا كابتن ماهر انا بدي اجيب المعد البدني. قال لا انا عندي دورات وعامل دورات. قلت له الفريق رتمه عم ينزل بالشوط الثاني، انا مشجع، انا مشاهد، انا ابن المدرجات. هلا طول الدوري ما كان في معد بدني بالنسبه لل جبنا معد بدني بعدين جبته بقى. جبنا معد بدني طبعا باصرار مني. قلت له انا على مسؤوليتي الخاصه وانا بوعد جمهوري بدي اجيبه للمعد البدني، يا اخي انا مسؤول عنه. جبنا المعد البدني، كمان صار خلاف بينه وبين الكابتن ماهر. يعني انا بحكي له الحكي اللي هاي اللي سمع فيه بيرجع المعد. انت دخلت بهالنقطه هي تحديدا. نعم. كمعد بدني لانه انت شايف الفريق عم ينزل للشوط نعم الثاني. نعم. انا طيب بيقول لك انت دخلت بعملي. انا دخلت بعمله في جانب انا صرت عم شوفه. هلا عم بيقول لي انا مثلا بيقول لي احدى الناس، طيب انا اللاعبين الموجودين. نعم. بارض الملعب انا ما اشوفهم، وانا عم ادفع من جيب الخاص مال، انا بدي قيمه للاعب. لك شو كان رده الكابتن؟ انا بدي قيم اللاعب، بدي اقول له هذا اللاعب انت مستوى، انا لخدمه هالجمهور. طيب الكادر الفني شو كان رده؟ انه اذا انت عم تقول انه عم ينزل الرتم بالفريق بالشوط الثاني، شو كان ردهم يعني؟ شو كان ردهم؟ انه اللاعبين في بعض منهم عم يسهر، في بعض منهم ما عم يلتزم. في بعض منهم هاي بدي احكي هذا شيء ثاني. هلا بدي احكي بالشق الثاني، هذا شيء ثاني. عمره مسابقه في نادي تشرين، يعني انا ممكن اقول لك انا متعهد ممكن اسس اساسات صح. نعم. تبني البنايه، انت بتعرف شو مشتغل. انا اكثر من 10 تعاقدات ما بعرف عنها شيء، فاللاعب حاسس حاله انه ما انت يا اداره جبتني، انا متعاقد مع نادي تشرين. مزبوط انت متعاقد مع نادي تشرين وممثل في رئيس نادي انت. طبعا ممثل في رئيس نادي موجود هلا، فانت بدك تمتثل لرئيس النادي. نعم. ورئيس النادي الموجود لخدمه هالجمهور، الموجود لاسعاد الجمهور، لرسم البسمه على وشه. شو انا لاعبتي يعني انه ما عندهم مصاري مثلا، ما عندهم هلا هل العقود. طيب يا استاذ غالي نحن ايه صار تاخير؟ انا برجع انا نحن من بدايتها تم تشكيل اداره تسير امور
ومشكورين الإدارة الأستاذ معاوية والأخ حمدو، يعني بالبداية تعذبنا شوي بالبداية التسيير الأمور، شكلنا إدارة ندخل دوري يعني برستيج، إنه إدارة نادي تشرين ما حلو ندخل دوري بإدارة تسيير أمور. دخلنا في إدارة تم انتقاءات طبعا 90% ما خياراتي يعني هو المرة يعني، بس مجرد إنه ندخل بالدوري، وأنا حكيت الأستاذ فراس هلا نقطة لو سمحت، 90% ما أنا من خياراتك كإدارة نادي تشرين طبعا، لأنه هذا الكلام 100% بس اتهموك أنت جبت أعضاء إدارة أستاذ الغالي، ما قلك 90% طبعا مو كل يعني 90% ما هي إدارتي، لأنه ما قلك كان الوقت قصير جدا، بس كان الكلام إنه أنت كان لك يعني إنه بدك فلان بدك فلان بدك فلان. هلا أستاذ أنا أقول لك إنه 90% أنا عندي 10% فقط، ولا 90% لا أنا ما أنا جبت الإدارة، هي كلام آخر هذا ما في لا أنا ما جبت الإدارة، ولا مشكورين مشكور لا أنت وضحت يعني نقطة كتير هامة، مشكور يعني. مشكور الأستاذ بسام والرفيقة تهاني والأستاذ فراس يعني ساعدوا معي كثير يعني، لا أنا بوجه لهم حي وشكر يعني بالمجمل ما قصروا بآلية، بس الخيار يعني أنا الجانب الرياضي ما كتير أنا ملم فيه أستاذ أحمد، يعني أنت ما فيك تجيب عضو إدارة إذا ما كان عنده شغف لنادي تشرين أو حب يعني يعني هلا طيب شيء طبيعي إذا ما كان عنده حب لكرة القدم، أنا ممكن ممكن أنا أنا ابن النادي وأنا موجود في النادي، ممكن أصدقائي معارفي ما بيحبوا يشتغلوا في الجانب الرياضي. طيب التعاقدات اللي كانت موجودة كابتن، في ناس كتير حتى لعيبة النادي فضل. وفي جمهور يعني كان غايب عن الحقيقة إنه إدارة النادي كانت تقصر جدا جدا في الدفعات المالية. نعم يعني نعم بتقول له مثلا بكرة إنه والله بيجي بكرة ما بيكون في قبض مصاري لبعد أسبوع أسبوعين. نعم هذا الكلام تكرر كتير. هذا الحكي سليم 100%. بس انا يا ريت توضح لنا. نعم استاذ الغالي هلا اقول لك، انا كنت بالاداره ساعه تشكلت من بدايه التشكل الاداره، ابو 10 ايام استقال 5 اعضاء بقينا 5 بيناتهم عنصر نسائي. نعم. يعني كنا عم نشتغل بالاداره انا وشخصين بالاضافه. ليش استقالوا الخمسه؟ الاعباء الماليه. بس اعباء ماليه طبعا اطلاع يعني، يعني هلا ممكن التضخم اللي عم نعيشه يعني يعني المسألة ما بتنقضى معنا لا ما أنا سهل يعني بتنقضى مع 100 مليون و 200 مليون يعني أنت أستاذ هلا بعطيك أرقام، يعني هلا نحكي بلغة الأرقام بس نحكي بآلية الإدارة، إدارة أنا وشخصين فقط كنا بالإدارة بإضافة لمدير الفريق نتكفل بمصاريف أجارات البيوت الله يعطيكم العافية ونقل الفريق وبعض المساعدات في السفرات اللي كنا نسافرها لأنه مكلفة. انتوا ثلاثة فقط ما اجاكم دعم من فعاليات اقتصادية بالبلدية ابدا؟ باستثناء تعال مشكورة شركة الجود 250 مليون استثمارات النادي 140 مليون دورة تشرين 80 مليون 350 دخل المباريات، اللي ممكن الجمهور بيفكر بقل دخل المباراة، اكبر دخل المباراة كان لنا يمكن 40 مليون فقط، وجربنا يعني هلا بادارات سابقة بس انتوا كنتوا معاهدينها يعني هلا تعال القسم الاول بالمرحلة الذهاب تم تعهيد 4 مباريات بعد منها لا جربنا التجربة الأولى بالإياب، طبعا نحن كنا ما عهدناها لأسباب أنه والله نحن ما ندفع من جيبنا الخاصة يعني نحن نجيب أكبر رقم نتمنى نجيبه ليش؟ مشان يوفر علينا مال، لأنه ما في شركة راعي ما في داعم ما في شيء، يعني الدفع بده يكون منا نحن، يعني في واحد بيروح بيسرق حاله يعني مثلا هل أنا أعطيه للمباريات مثلا 100 مليون أنا لو صاير لي 200 مليون ولا 300 مليون بدي أعطيه أنا إعلان كذا مرة صحيح وكذا صحيح. مرة يفشل الإعلان هذا الناس كله بتعرف المقربين بالنادي بتعرف هالشيء ما بيجوا يعني ما لا طبعا على كل حال بدي ريحك شوي معي على الهاتف طبعًا. مباشرة الأستاذ وائل حاج عبيد عضو اللجنة التنفيذية باللاذقية، أهلا وسهلا فيك أستاذ وائل. أهلا أستاذ كيفك؟ أهلا فيك كيف حالك تمام؟ ضيفك. تمام الحمد لله. هلا بيقولوا لا إذا واحد اشتغل خالص ولا إذا ما اشتغل خالص، شو رأيك بالرياضة اللي... طبعا مظبوط مظبوط تعليقك على هذا الموضوع، طب موضوع استقالة إدارة نادي تشرين والأستاذ مهدي موجود عم يسمع. والله هو خسارة كبيرة يعني لنادي تشرين بعد ما استقرت إدارته وبلشت النتائج، يعني معلش ما بوش وأنا ما بريد أنه أحكي يكون لأنه موجود قدامك بالاستديو بتمنى أحكي يعني وحكيتها على الراديو من الأسبوع الماضي يعني لا هو تصدى لمهمة انتحارية لما كل التشرينين هربوا من موضوع الإدارة، لأنه تعرف الإدارة بدها دفع وما مين من كان بيجي بس المنظرين للإدارة كتار، يعني مثلا إذا واحد نجح معلش
كان فريقه بالخامس وضل حتى يعني صار وصيف بطل الدوري. نعم. ومع ذلك الحمد لله بالأندية كلها بيضل الحفر شغال بالإدارات وباللاعبين، وهذه يعني شغلة سلبية كتير نحن عنها. طيب كابتن وائل، أنت عضو لجنة تنفيذية، واللجنة التنفيذية يعني شو كان دورها بهذا الموضوع؟ لا، لما مثلا بيجي رئيس نادي، والله أنا بعتبره خسارة يعني بصراحة. نعم. عن جد خسارة يعني للتشرينين، لما بدهم مع مثلا إدارة النادي ما عجبتهم أو مثل برئيس النادي، طيب تعالوا ادفعوا ساعدوه لهالزلمة وخذوا نتائج. يعني مثلا الفريق بحق لهم جمهور تشرين ولا جبلة ولا حطين ولا أي جمهور يحكي لما بيكون النادي مهدد. أما نادي مثلا أندية المحافظة، يعني هي أول مرة بتاريخها بتصير تشرين حاطين جبلة ثاني ثالث رابع. نعم. يعني بعمرها ما صارت. يعني إذا هلا الفتوة فريق بتعرف مدفوع له بالمليارات قد نص فرق الدوري، فيعني معلش هالأندية ثلاثة. طيب كابتن وائل، أنا سألت سؤال، إنه كأعضاء لجنة تنفيذية شو كان دوركم بهذا الموضوع؟ والله نحن هو الأستاذ بصراحة من فترة بده يقدم استقالته ونحاول كتير نقنعه. نعم. وبالأخير يعني لما صار بده يتحمل مهمة لوحده، وبعض يعني حتى مع الأسف في بعض أعضاء الإدارة ابتعدوا عنه، يعني ما بقى في يعني دور شو بدك تيجي مع رغبته مثلا، شو فينك تحمله أكثر. كان في اتصالات مع اتحاد كرة القدم، مع الاتحاد الرياضي العام، مع الأستاذ فراس معلالي تلافي هذا الموضوع؟ الاتحاد كرة قدم ما يلعب على هيك بهيك شغلات. طبعا نحن مرجعيتنا للأستاذ فراس معلا، والأستاذ فراس معلا يعني بيريد أي نادي بسوريا يكون يضل إنه في وضع استقرار ونتائج، يعني خصوصا أندية المحافظة بالذات. يعني هو يعني أكيد انزعج إنه مثلا الإدارة تترك هو والفرق إنه بهالمرحلة، لأنه سهل عندهم مبارتين مثلا كأس الجمهورية، ممكن هادون يتأهلوا على المباراة النهائية، يعني خسارة. هلا هو بدي أسأل أنا سؤال بس بعدين بستلم الأستاذ مهدي، بسألك كونك أنت قريب جدا من الأستاذ فراس معلا، شو كان رد فعله حول استقالة إدارة نادي تشرين، وخاصة إنه الأستاذ مهدي دفع منيح مثل ما بيقولوا؟ والله هو بصراحة انزعج يعني من شان الإدارة أنه تروح، يعني هو بهمه الاستقرار بالأندية، يعني أنه يضل في استقرار بالأندية، وأنه إدارة ماشي حاله وكفت يعني تصدت لمهمة انتحارية مثل ما عم بقول لك. وأكيد يعني أنه يعني بده يكون هو ولا المكتب التنفيذي ولا الفرع كلهم مزعوجين أنه خسارة أنه يخسروا الإدارة مثلا. هو على كل حال لازم يكون في حل مالي على الأقل من المكتب التنفيذي لاتحاد الرياضي العام بسوريا، يعني يدعم الأندية نوعا ما، وخاصة في الحالات الاستثنائية. كابتن وائل، يعني شو الحل برأيك؟ كسؤال أخير لو سمحت، شو الحل برأيك؟ أنا الحل برأيي إذا بدك تيجي يعني هلا هذا نظام الاحتراف لازم يعملوا له دراسة من أول وجديد. مثلا ما معقولة عم يجوا رؤساء أندية مثلا، معلش مع احترامي لكل رؤساء الأندية، همهم الوحيد هو فريق الرجال وتاركين الفئات العمرية والشباب ولا. أما كاتحاد ما في عنده هالإمكانية، اتحاد كرة الاتحاد الرياضي العام، إنه يعيش أندية مثلا. يعني نحن المفروض بأنديتنا مثل ما بنتعاملوا بأوروبا وبالخليج، يعني يخصصوها بقى يعني سن قوانين جديدة تواكب العصر. ايه يعني وقوانين إذا ما أدرانين على القليلة يحطوا مثلا يعني اللاعب الرجال أكثر من 100 مليون، هلا كمان معلش بيتحملوا مسؤولية هي قدامه بوشه رؤساء الأندية لو بيتفقوا كلهم مع بعض، بس الحمد لله كلهم ما متفقين مع بعض. بس إجا وشاف التعاقدات موجودة، يعني هو يعني كمان عم يقول لك إنه نجيب التعاقدات موجودة. ما عم بحكي إنه على هلا بهالفترة هو إجا هو لا إجا لا هو رئيس نادي أو غيره يعني أو في رؤساء أندية يعني بشكل عام رؤساء الأندية هن لازم يقعدوا يجتمعوا، ما يعطوا لأي لاعب بسوريا أكثر من 100 مليون، عم يعطوا 400 و300 مليون، حرام يعني جريمة. بعدين اللاعب بسوريا وين بده يروح؟ هن هالكام نادي بده يجي يتعاقد معهم إجباري عنه. صحيح يعني صحيح.
يعني بالنهايه مثلا لما بيحطوا شروط وبنود ماديه لكل رؤساء الانديه بيجتمعوا بكلمه واحده وبيحطوا مثلا بيحطوا تصنيف للاعبين مثلا هذا 100 مليون هذا اكيد 80 اكيد اكيد يا استاذ وائل وبيلتزموا فيها قديش ما بيخففوا عبء عنه ان شاء الله يعني ان شاء الله بيصير في قوانين جديده. انا بتشكرك جزيل الشكر الكابتن وائل حاج عبيد عضو اللجنه التنفيذيه باللاذقية. شكرا يا كابتن وائل. شكرا استاذ. اهلا وسهلا فيك. بدي ارجع نفس السؤال. تفضل استاذ. الاستاذ فياس معلق كان شكرا للاستاذ وائل وشهادته بعتز فيها واخ انا كسبناهم يعني بمرحله اللي استلمت فيها عرفت اشخاص واصدقاء والله هو بيحب الشغل يعني صراحه الكابتن وائل يعني هو بيحب كان يساعد الاخرين بهذا الموضوع بس أنا شو طالب ايده يعني كان ينصحني بمجمل القضايا بمجمل الامور الشغل يعني للامانه يعني بس انا ضمن الامكانيات اللي كانت عندي ما فيني كنت نفس السؤال اللي سالته يا الكابتن وائل بدي ارجع اسالك يا الكابتن فراس معلا كان في هناك وعود بمساعده نادي شيرين او على المستوى الشخصي كاستاذ مهدي بده انا بتربط لي صداقه وبوجه له تحيه للاستاذ فراس وكان في وعد مالي بين الذهاب والاياب طبعا 500 مليون نعم. طبعا بنيت عليه انا يعني تجار واحد زاد واحد بيساوي اثنين صحيح فبنيت على هالشيء هيدا انه بين الذهاب والاياب في 500 مليون يعني كالواقع الانديه يعني كمان الاتحادات يعني كان وعدك بهذا الموضوع طبعا بس الامور اللي انا ماني ببرر له انه ما في دفعه لانه الواقع المالي صعب مجمل صعب الاندي مجمل الاتحادات هو جزء من الاندي يعني هلا هو الواقع المادي يعني كمان صار كان هو بيحب يعني يساعد فعلا طبعا لو عنده قدره انا اتوقع القدره الماليه لو عنده القدره الماليه كان ساعد نادي تشرين ساعد نادي الحريه اي نادي يعني كان ساعده ليش لانه بالمجمل هو بده الانديه تستقر طيب هلا السؤال مستمر الاداره ما كل يومين ثلاثه تشكل الاداره يعني هلا السؤال اللي ناطرين الجمهور كله يسمعه من رئيس نادي تشرين تفضل انه اللاعبين كثير عم يتذمروا كانوا على دور الاستاذ مهدي بدور رئيس النادي في منهم بيقول انه والله مثلا الحصص الماليه ما توزعت الحصص الماليه بتعرف انت مشاكل كلها ماليه يعني نعم شو رايك بهذا الكلام هذا الشيء اللي السابقه بحياته ما صارت بنادي تشرين التمردات اللي صارت هلا صار في عندنا سوء بتوزيع المال مزبوط نعم التوزيع المالي هذا الحكي انا بعترف فيه عندنا اخطاء اداريه لكن ليه ما انه مبرر لاي لاعب انه ما ينزل على ارض الملعب ما انه مبرر انه والله انا اليوم هي الشغله اللي اكتشفتها انه بالنادي في شويه هيك شلاليه بارض الملعب في كم لاعب كل واحد له انتماءات معينه انا برجع بقول لك انا برستوي ببرشلونه في شلاليه في شلاليه بس ما لا في شغله استاذ انت لاعب رياضه لإلك لاسمك انت ما تلبس قميص نادي تشرين هذا شرف لاي لاعب ووسام على صدرك رئيس نادي كذلك الامر ما باع رئيس النادي وضحى والله بس يجي قاعد على الكرسي شو كان حشته يعني شو كان حشته انت هي استاذ انا بعض الامثله يعني بعض الامثله انا برجع برد بقول لك انا وعضو اداره فقط فعنا نحن تعثرات يعني انا تاجر سيولي يكون مع متوفره بكل يوم فعلا انه سيولي يعني انا بعض احيان تاجر يعني نحن كتجار اليوم بنوجد سيولي يومين ثلاثه بتتاخر ما في مصاري يعني ما انه والله نحن نكون العائق يعني شايفين وضع البلد وانا قبلهم اللاعب ضحوا وقدموا واشتغلوا بارض الملعب وصبروا ولكن انتوا نزل رتم الفريق 180 يعني انا حسيت لا انا بالعكس انا بنسحب انا من الاول وانا من اول يوم وانا بقول لهم اذا في رئيس نادي بكمل وانا بكمل معه داعم لحتى نخلي حلو. فريقنا ممتاز حلو. حرام يكون منافس على بطوله الدوري ونافسنا على بطولته حرام من ناخده كمان يعني أنا بقول لك نادي الفتوي عنده كم لكن نحن نوعيتنا كأداء أفضل فريق كان يقدم قديش نسبة توزيع العقود على مجمل لاعبي نادي تشرين توزيع المالي النسبي يعني هلأ أنا مرة أذكر في عالم أخذين مثلا 10% أو في عالم أخذين 50% بس بالمجمل الكتلة المالية للاعبين كلهم قدامي وفي الأستاذ تمام معروف محاسب النادي بالقلم وبالورقة كله مسجل عنده كل التعاقدات كلها في بإمكان أي واحد من الجمهور يطلع عليا المجمل 3 مليار و700 مليون مدفوع 3 مليار و700 مليون نعم باستثناء رواتب الكوادر 340 مليون مدفوع بالاضافه للسفرات الفريق عندي 10 سفرات كل سفره بين ال20 وال25 كانت تكلم واحده منهم ثلاث سفرات على كل حلب كل سفره ثلاث سفرات على حلب اجوا باسبوع واحد 75 مليون كانت تكلفتي يعني هذا الكلام لازم يسمعه الجمهور بعدين عندي سفرات عندي سفرات شباب عندي سفرات الاولمبي فريق الشباب مثل الفريق اللي هي
يعني عنده صرفيات يعني. طبعا طبعا بده يسافر وبده ينام بفندق وبدك بولمان وبدك حجوزات واكل وشرب نفس الفريق الرجال بالاضافه لفريق الاولمبي. بالاضافه انا بدي اذكر له وبدي مرور يعني صغير وهي غصه في قلبي يعني واقع السله في النادي. حاولت جاهدا مع الداعمين مع يعني لعبه السله حرام تكون التغت في ما التغت يعني ما تكون انه شاركنا فيها على اوسع نطاق بالسله. اتهموا رئيس النادي بالغاء كره السله بالنادي. انا حاولت والانسرامة مشكوره يعني حاولنا جاهدين بهالموضوع هذا للاسف ورغم ذلك دفعنا شيء تقريبا 50 مليون يعني سافرنا وشاركنا وما حققنا نتائج لانه ما في فريق. في عالم اتهموك انه انت الغيت كره السله. انا ما الغيت حتى الكابتن اسامه زوزو مشكور كمان يعني حتى كره القدم النسائي كمان حاولت ما دخلت جهد وجبت وعملنا تعاقدات ولكن ما فيني. بس الكل حكى انه رئيس النادي هو اللي لحالي كره السله وكره القدم النسائي. ما فيني اكمل لحالي استاذ. ما في مستحيل مصاريف هائله. نعم يعني انا حاولت بالسله حاولت بكره السيدات يعني انا ساعات يروح لاعب من عندي وحياة المصحف غصة في قلبي أن يوقع على لاعب يروح من هلا في النادي. عندك بس لاعبين يعني بس لاعبين تذكر لي نسبة قديش قابض نسبة من اللاعب. حي الله لاعبين هاي مشان الجمهور بس يعني أنا هلا أعطيتك الرقم الإجمالي لا يعني اللاعبين عم يتزمروا بهذا الموضوع. المتبقي هلا الجمهور عم يسمعك. المتبقي 400-500 مليون لكن كان يصير تأخير بس ما هو في منهم اللاعبين مسكرين عقودين. طيب انت اللاعب مسكر عقدك ليش ما تنزل على التمرين؟ ليش عم تتمرن؟ انا عم بحكي على النقطه لاعب انت اللي النادي رباك الرعايه رغم انه رعايه عندنا في سوريا كلها 400 500 مليون 3 مليون هلا كنا ملتزمين فيها بالذهاب 3 مليون للرعايه بالاياب صار في تقصير. اقول لك ما صار في تقصير صار في سوء توزيع يعني هلا مجمل اللاعبين عقودهم تقريبا 70-80% قابضينها تقريبا اكثر 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 من 70-80% وفي لاعبين ما خلص الدوري وفي لاعبين مسكرين طبعا في لاعبين مسكرين طبعا هي مشان الجمهور طبعا طبعا يعني وانا في استاذ الغالي يعني انا التعاقدات انا لو مجري التعاقدات من الاول في عندي محاسبه انا فريقي. طيب انت نوعيه ممتازه وانت لاعب انت لاعب ممتاز ليش انت ما يكون نتائجك ممتازه بتخلي المال كله انه والله انا تاخرت عليه بدفعاتي تم التاخير انت اداره مثل هلا اللي عايشين الفراغ طيب مين بده يدفع مصاري؟ نحن ضلينا فتره تقريبا اكثر من ما اقول لك شيء شهر واداره تسيير امور تركزنا الوضع ظبطنا الامور ورغم ذلك ما قبلت انه والله ما ننافس على بطوله الدوري جيد. وتحملت ضغط وبعرف انه بدي اتحمل ضغط واعباء ماديه كبيره. طيب. انا ما اقول لك استاذ الغالي مدفوع اكثر من 80% باستثناء لاعبين اثنين في عقود ثلاثه يعني ثلاثه ايه مثلا 225 واصل له 165 مليون حلو رقم حلو 165 رقم كبير انه هذا مفكر حاله انه سباقي له. الكابتن ابراهيم عالمي باقي له 65 مليون اللي يعني 90% تقريبا من قيمه عقده 90% تقريبا قل لي على اي لاعب هيدا موجود عندي ليس علي باقي له مثلا 40 على كل حال على كل حال معي على الهاتف مباشره طبعا. الكابتن فارس احمد رئيس رابطه نادي تشرين للجمهور. اهلا وسهلا فيك كابتن فارس. استاذ احمد استاذ العظيم اهلا وسهلا فيك كيف حالك؟ سعد مساك. انتوا رابط مشجعي تشرين شو رايكم باللي حصل بالاونه الاخيره؟ اول شغله نوجه تحيه وسلام للاستاذ مهدي بدور. الله يخلي لي اياك. تسلم اخ وصديق. تسلم الله يخليك. سبت اخوي واصدقائنا بنادي تشرين. تفضل يا كابتن استاذ. لا لك شغله نحن اليوم اول شغله بدنا نتشكر هاي الاداره بالوقت اللي اجت فيه وقدمت اللي فينا عليه وكان في دفع مبالغ ماليه. هلق اليوم نحن مثل ما بيقولوا عند الكلام يا بيزيد يا بينقص. الدفعات شوي فيها اختلاف لانه اليوم في مبلغ من المال ضل على النادي ما له سهل. بس كمان انت اليوم ما فينك تقول انه الاستاذ مهدي ما دفع ولا اعضاء ادارته ايمن نعنع ما دفع ولا حسان علي يعني الشباب اللي كانوا موجودين معه. بس كان الحمل عليه وعلى ايمن نعنع معروف يعني. نعم بس اليوم انا مع احترامي لهن اخواتي واحبابي بس اليوم هن اللي كانت الشغله اللي بتنقصهم انه هن ناس ما هم مشتغلين الرياضه من قبل. نعم. يجهلوا العمل الرياضي، يجهلوا العمل الاداري. هن ما هم مخالطين اللاعبين ولا المدربين ولا الاجواء الرياضيه بشكل عام. طيب انا بدي لك معلومه كابتن فارس يعني الاستاذ
الاستاذ مهدي بدور، انا بعرفه قبل ما يروح على نادي تشرين انه كان مرافق جدا للفئات العمريه، وهلا بعد شوي بدنا نحكي على موضوع الفئات العمريه. نعم. يعني زلمه داخل اروقه الرياضه السوريه وكره القدم السوريه. استاذ بسالك شغله، انك ترافق على انت الفئات العمريه شيء، وانك تعمل بالعمل الاداري بالنادي شيء. نعم. كلياتنا مرافقين الفئات العمريه، انا ولا انت ولا الاستاذ مهدي ولا اي حدا، كلياتنا لنا متابعه وكلياتنا بنروح وبنسافر وبنشوف اللاعبين وبنكون قريبين منهم. بس اليوم انت العمل الرياضي يختلف عن انك انت ترافق الفئات او تكون قريب من النادي. طيب فارس انا بسالك سؤال، انت عايش بظروف رائعه لحتى واحد انه والله يكون متاخر بالدفعات الماليه؟ لا 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 لا، حاله استثنائيه، يعني حاله استثنائيه نحن عم نعيش هلق اليوم. بس اقول لك شغله، نحن انا ما بدي دافع عن الاستاذ مهدي، بس انا بدي واقع شغله. الاستاذ مهدي انا لاكون منصف بحقه، الاستاذ مهدي اجى ورث 60% من اللاعبين الموجودين. جيد. 60-65% ورث وراثي. نعم. عرفت علي كيف؟ هو ما تعاقد معهم لهدول ال 65% من اللاعبين، ما هو تعاقد معهم، ونحن كنا بنعرف مين اللي تعاقد معهم. نعم. بنعرف شو اللي صار. بس اليوم للاسف انه نحن نصحنا الاستاذ مهدي باكثر من فرصه، وهي هو عم يسمعني. في اشخاص بعدهم يا استاذ مهدي عن النادي، هدول الاشخاص رح يسيئوا للنادي ولا سمعه النادي، ورح يسيئوا بالعمل الاداري للنادي، وعملوا اكثر من مشكله. ما رد علي الاستاذ مهدي، لا انا ولا كل المحبين، لا لإله ولا للنادي. هاي شغله. طيب الشغله الثانيه يا استاذ، بس لك تفضل. الشغله الثانيه، كان في عشوائيه بدفع المال، كان في عدم احترافيه بدفع المال، بتوزيع المصاري للاعبين. اليوم في لاعبين انظلمت حساب لاعبين، اليوم في عالم اخذ 90%، في عالم ما انا اخذ 40%. هلا انا عم اساله هالاسئله، وفعلا الزلمه جاوب يعني، وعنده محاسب وعنده كل شيء، وكل الدفعات موجوده. يا استاذ اخوي ليك وبيعرف هيك استاذ، بس لك شغله، دفعات اللاعبين كانت تندفع من طبونات السياره، لو سمحت يا استاذ. قلي محاسب هلا هي بتقول لي هيك، كان في تنظيم عقود على ظهر السياره يعني كمان الله يرحمني يعني. انا يعطيني هي ليك الاستاذ مهدي، وهي البرادعي خالد برادعي امين السر بالنادي، والكل موجودين يعطوك هلا، يقولوا للعلن يعطونا وصول اللاعبين لقبض مصاري. طيب فارس، يعني لضيق الوقت، انتم كربط مشجعي نادي تشرين شو بتطلبوا هلا باللحظات والرئاسة رئيس النادي القادم؟ نحن طلباتنا هي ما بدنا اي رئيس نادي يجي يقول لنا نحن بنلعب بولاد النادي، لانه اللي بده يلعب بولاد النادي الله يرحمه راح. نعم. واللي بده يلعب بولاد النادي، الناس اللي دفعت من السنين الماضيه واللي قبلها. نعم. نحن نادي خلص جمهور تعوض على البطوله، اللي بيعرف حاله بده يجي. طيب. بده يكون بهذا السلك. فارس معناها رابطه مشجعين تشرين او يعني الجمهور هي الشغلة. نعم. على المدرجات بعدم التدخل. نعم. بأمور الأندية، مظبوط؟ طبعا هذا المطلوب يعني، فلذلك حتى موضوع أنه الثناء على شخص قدم أو الثناء على شخص قدم آخر يعني، لكن هذا بتبقى مسألة أنه رابطة مشجع تشرين هي دورة فقط على المدرجات. نحن دورنا على المدرجات، بس نحن اليوم الأستاذ مهدي نحن كنا قريبين منه. نعم. بحكم تواجدنا اليومي نحن بالنادي. نعم. أنا وأغلب محبين النادي. تمام. نعم. ونحن اليوم في كان تشاور دائم ما بيننا وبين الأستاذ مهدي، في جلسات وفي أمور، في كثير أمور كانت بيننا وبينه، بس اليوم نحن برجع وبقول لك، كان في، أنا آسف على هاي الكلمة، كان في كيف بدي أفسر لك، كان في عدم دراية بالعمل الرياضي، يعني خلل، كان في خلل يعني، كان في خلل رياضي. نعم. اليوم في لاعبين كان لازم تتعاقب، في لاعبين لازم كانت ينفتح لها. طيب فارس، انا بتشكرك جزيل الشكر وشكرا للكلمات، ونحن بنعتز فيكم كجمهور وكرابطه مشجعي تشرين. اهلا وسهلا فيك يا كابتن فارس. شكرا استاذ، شكرا. اهلا وسهلا فيك. هلا في يعني بعض الكلام اللي قاله فارس انه في بعض اللاعبين مأهرت عقود بالمره، يعني شو هذا الكلام يعني؟ شو ما أخذت يعني؟ ما بعرف، كان في عشوائية فيه، وكمان أنا قلت في سوء توزيع بالمال، أنا اعترفت فيه. اعترفت فيه؟ نعم. طيب كيف سوء توزيع لأنه أنا اعتمدت على أشخاص، أنا رئيس نادي ما في بيلم بكل مفاصلة. جيد. نحكي فيها. وهذا اعتراف كتير جيد. ما في، أنا أشتغل بكل شيء، نادي كبير.
نادي كبير يعني فيني انا لم بكل شيء، انا بدي استند على ناس اجباري، بدي اعتمد على ناس. انا المرحله اللي اجيت فيها انا رجعت قلت لك عليها استاذ ممتلئ هالفراغ هذا، ومعك اربع شهور انت مثلا او ثلاث شهور لانطلاقه الدوري، بتاسس محاسب، بتاسس مدير فريق، بتاسس كل شيء العناصر اللي حول منك. هي اللي بدي اقولها انا هلا. الجمهور اللي عم يشوفنا بكل العالم بدي يعني ايضا بدي اقرا بعض الرسائل. فضل. علي شعبان احمد انا بعرفه لا. نعم. علي هو ساكن بدبي عم بيقول الاستاذ مهدي قمه في الرقي والاخلاق. طيب شو كثير كويس يعني قمه في الرقي والاخلاق. مشكور يا كابتن عرفي. طيب عم يقول في برهوف يعني بيرو، طبعا برهوف بيرو مكتوب كاتب الله يسامحك ليش ما عملت هالمقابله وانت رئيس نادي. هلا يا عيني عليك يا استاذ. انا حاولت حلوة انا بخبرتي يعني الاداري هلا بيقول لك اداره النادي، اداره النادي عملت محاباه كثيره استاذ، حاولت جمع كل الاطراف. نعم. اداره نادي تشرين ما هي بالامر السهل، من اصعب شغل بحياتي بتلقاه او يوكل لي، مهمة صعبة. نعم. فانا حاولت قدر الامكان اني ما اطلع مشان ما شتت الفريق، ما احكي التعاقدات اللي صارت، ما احكي الخفايا اللي عم تصير. ليش؟ مشان حافظ على جسم الفريق، يضل نحن بالمنافسة، ولا مطلوب مني الكأس. لازم يجيبوا الكأس. انت ما بقى تفكر بالمال، فكر بالقميص اللي لابسه، فكر لنفسك. انت عم تنزل تلعب، يعني انا بعض اللاعبين بسالهم يعني بحكي معهم على انفراد، يا شباب ما كل شيء بالدنيا بالحياه هو المال. انت عم تنزل على ارض الملعب بس. عفوا استاذ بس اكمل هالفكره. برد علي بيقول لي انتماء، لا ما انتماء لقميص، انتماء لمال. تخيل انه لاعب بيحكي رئيس نادي هذا ما بضل عنا عد لي اياها بالله. لاعبين انا عم انصحهم، انت لاعب كبير، انت نزول على ارض الملعب، قدم، ما ترد حدا حتى على رئيس نادي على اي شيء. اذا ما اعطاك مصاري بس انت على القليله اشتغل لاسمك، لاسم النادي. شو قال ما تخلي كله انتماء كل للمال. قال لا ما في الانتماء، انتماء للمال ما في انتماء لنادي. تخيل انه لاعب يحكي رئيس نادي. اجينا بالعقوبات، انا بدي عاقل. انا في احد اللاعبين اللي انا كله كل المحبه واحترام، وعملت محاباه على حالي على نفسي للجمهور، محبه بالجمهور، اساء لرئيس نادي، لرمزيه النادي. يعني ما بصير انت في اليه العمل اذا ما في احترام ما في نجاح. هلا بيقولوا لك رئيس تقصير مالي مهدي بدور ما كان سياسي مع اللاعبين. هاي بدي اقول لك كيف ما في سياسي استاذ. اذا احدى اللاعبين بيسيء مع عضو اداره وبيسيء مع مدير فريق او بيسيء مع رئيس نادي من غير وجه حق، لك حق مالي، حقك تطالبه، في قنوات بتطالب فيها، في طريقه بتطالب فيها، ولكن الاساءه مرفوضه، وخصوصا لرئيس النادي. انت ما انت خلافاتك عنده تجاره او غير نادي وله احترامه. فكانت الاساءه من احد اللاعبين اللي واصل له 265 مليون، باقي له 60 مليون، اللي بيقول لك ثبت لي على يعني انا ما بدي احكي كله. بيقول لك شادي ابو حيدر انه كامل كواي شو واصل له مبلغ؟ كامل كواي والله العظيم اللاعب هون كامل كواي بتوقع بين 240 يا 250 مليون. من اصل كم؟ من اصل كان عقده 350، تنازل عن 50 مليون، يعني باقي له 50 مليون. المبلغ 50 يا 60 مليون، يعني مبلغ ولا شيء يعني. هذا رقمه يعني رقم مشان انا اكون صادق دائما، رقمه الوحيد اللي عندي ما انه دقيق، لانه هون ما قال لك في سوء توزيع، لانه كان كذا واحد يقوم بالتوزيع، ما يعطينا الايصالات. انا في اللاعبين اللي اخذ مني التباقيع كلهم. نعم. بس في لاعبين اللي عم يتمردوا على النادي، ومنهم اللاعب انا ما راح اذكر اسماء. نعم. لاعبين وصلنا تقريبا ما قال لك كابتن، انا ارقام بتدل انه 90% الارقام يعني. عندي موجوده في 90% تقريبا فيني اقولها كلها بالنسبه ل ل هلا في يوسف احمد، يوسف احمد بيقول لك احلى استاذ مهدي ما قصرت ابدا، الله يعطيك العافيه. الله يخلي لي اياك وجله تحيه. كمان في بدي اقول لك على كمان يعني في شيك هلا في لي هلا في طلال عثمان، في الدكتور طلال عثمان من رومانيا بيقول لك انه مسألة كرة القدم في سوريا هي ازمه فكر. نعم. وأزمة استقرار وليست أزمة نتائج. عندنا في سوريا سقف للإمكانيات في الكرة، وعندنا سقف للطموحات. هلا سقف الطموحات، طموح مشروع، هذا طموح مشروع لأي شخص يعني. نعم. بس نحن عندنا الأرضية لبناء احتراف ما في من كل النواحي. أنا بجيك بنقطة أرضية الملاعب سيئة، نحن راحت لي كذا مباراة للنادي، راح جهد اللاعب كله بشوطة من خارج يمكن نص الملعب، اجت. نعم. ببركه مي غيرت مسارها، غيرت النتيجه كلها، قلبت الموازين كلها. هي ارضيه الملاعب هي يعني. نعم. استاذ الغالي كمان انت عم تدفع مليارات، عم تدفع مليارات، عم يروح جهتك انت بارضيه ملعب سيئه، معناتها امين دفع. حتى حكى الاستاذ فراس قال نحن عم ندفع على اللاعبين، هلا قيمه اللاعبين انا ضدها،
انا ما بيستاهلوا القيمه، مع احترامي لإلهم. اللاعب المحلي لو نحن لعبنا المحلي ما كان عندنا، لكان اربع ما قدمنا للمنتخب الاول، ما قدمنا ثلاث اربع لعيبه. طيب هلا على كل حال خارج. معناتها نحن هالاموال عم ندفعها للاعب، نحن بنتحمل رؤساء الانديه طبعا. صارت الحكى الاستاذ والله حكي كلام يعني متحملة. او كلامك كلام ونحن مره نجي بالعقوبات كثير منطقي. واحد عم يدفع مليارات على لاعبين، تيجي ارضيه الملعب تخرب كل الملعب. على كل حال رح نشوف بالاضافه للتحكيم جدول بنتائج المباريات اللي جرت في الاسبوع الماضي، رح نشوفها على الشاشه. عم نشوف انه جبلي فاز على الفتوبي بهدف مقابل لا شيء، وتوقع هو كان اصبح في المركز الثاني جبلي واخذ الوصافه. تشرين مع الكرامي بدون اهداف، الوثبه مع حطين بدون اهداف، الحريه خسر امام الوحده بهدفين مقابل لا شيء، والطليعة خسر أمام أهلي حلب بهدفين مقابل هدف واحد، الجيش على الساحل بخمسة أهداف مقابل شيء. نعم. الساحل والحرية هبطا إلى الدرجة الثانية. شو رأيك بالكلام يعني أنه الحرية والساحل في أموال اندفعت بالساحل كمان؟ هلا أستاذ مهدي رغم ذلك هبط إلى درجة، هي مشان الجمهور كمان يعني. أستاذ الغالي أنا الأندية كله عنده 10 سفرات 10 لل 11 سفرة، كل سفرة عم تكلفه من 20 مليون يعني 200 هي بال 200 مليون لحالها استاذ، هي بالحد الادنى. بالحد الادنى بس هالمصاريف الصغيره 200 مليون بالاضافه للفئات العمريه عنده شيء 150 مليون. النادي الحريه ولا نادي الساحل كمان دفعوا وقدموا قلت لك للبقاء في الدوري الممتاز بدك من 3 مليار ل 3.5 منافسه، بدك انه هون بدك كم يعني. هلا نادي الفتوه اللي عم يشتغل بالطريقه، ما انه نوعيه اللاعبين عنده افضل من عندنا بتشرين، لا. وانا والله العظيم ما عمري نزلت على ارض الملعب، لعيبتنا ما نزلوا على ارض الملعب وانا كرئيس نادي الا كنت متوقع طيب الفوز. هلا في سؤال واثق في ادائه. نعم. هلا واثق في ادائهم بالكاس. هلا في سؤال عم يساله الجمهور، هلا لازم نحكي، لكن قبل رح نشوف مع بعض جدول بترتيب فرق الدوري اللي اصبحت بعد المرحله 21. عم نشوف الفتوي المركز الاول ب 49، جبلي الثاني ب 40 نقطة، تشرين الثالث ب 37، أهلي حلب ب 34، حطين ب 33 مركز خامس، مركز سادس الكرامة ب 31، السابع الوثبة ب 26، 8 الجيش ب 26، الطليعة ب 22 مركز تاسع، المركز العاشر الوحدة ب 21، المركز الحادي عشر الساحل 14، المركز الثاني عشر الحرية ب 7 نقاط. أستاذ مهدي نعم، شو رأيك بفقدان تشرين لمركز الوصافة؟ لا يعني حرام حتى ما بس الوصافة والله. هلا ممكن كثير ناس تخلي لا لازم يكون دفعت انت اكثر، اللي باقي 500 600 مليون والله العظيم حرام يكون راح الدوري، والظلم اللي وقع علينا كباقي الأندية. بس نحن متحمل في شق منه، اول شيء ارضيه الملاعب السيئه، ثاني شيء في بعض المباريات ظلم تحكيمي وقلب نتائج المباراه عقبا راسا على عقب. بالاضافه لبعض حالات التذمر هي اللي عم اقول لك، كان عندي انا بدي عاقب لاعب، اللاعب كله ينسحب من ارض الملعب يخلي انا ما بتدرى، العقوب بدي افسخ للاعب فسخ لنا كلنا يعني. انا هاي ما قلت لك انا ما اسست، انا كان في هون شلاليه في هذا الشيء مرفوض في نادي تشرين، هون كان بدي المساعده اكثر من جمهور النادي. طيب تشرين. السؤال اللي عم ينسال هلا على ايضا على البث المباشر ما شاء الله يعني ما بنلحق، تفضل كل انحاء العالم عم يشوفوك كابتن مهدي. عم انا شفاف وبحكي بصدق ما عندي هلا في انا بدي اقول لك انه حتى في الكابتن سعيد مصطفى منلا قال فينا نساله للكابتن مهدي شو قدم للقواعد والفئات العمريه بمدة رئاسته للنادي. هلا هي نقطه جوهريه، اول شغله بالنسبه للقواعد، نحن البراعي متصدرين واجبال متصدرين المحافظه، واجبال متصدرين المحافظه وناشئين متصدرين المحافظه، وشبابنا للدوري توقع يا رابع يا خامس نحن مركزنا. نعم. في بالنسبه للاولمبي الشباب كان هبط يعني. نعم يعني نعم العمليه الانقاذيه اللي صارت يعني. هي اللي نحن بدنا نحكي شو قدمنا للفئات العمريه. رئيس النادي، ثلاث اعضاء اداره حطيتهم على الفئات العمريه. رئيس النادي فيه بيلم بكل مفاصل النادي، فيه بيشتغل لحاله بمفاصل النادي، ورغم ذلك اجيت على النادي ظلت الاداره السابقه ثلاث شهور ولا حاطين مدرب للفئات العمريه، ولا فئه مدرب ولا مدرب ولا مدرب، لا اشبال ولا ناشئين ولا شباب ولا اولمبي، ولا الناس كله بتعرفوا الحكي. هاي اللي قدمته، عم يسالني وانا بدي جاوبه. بالاضافه يعني قدم بعض الاصدقاء والايادي البيضاء لباس طابات، حمل صعب. نعم حمل ما انه سهل،
ورئيس نادي يتفضل انا كذا بطولة طلعت لي، وانا بعض احيان ما يصير لي حدا يسافر مع فريق الشباب، انا سافرت معه على حلب، سافرت الاهالي عم يدخلوا بالفئات العمرية كابتن. هلا هي بدي النقطة طبعا طبعا دخلوا. انا ساعة اللي بجيب مدرب، هلا اذا في ايادي بيضاء عم تقدم للفئات العمرية وين المشكلة؟ لا ما عندي مشكلة، بس ما تدخل بالفريق، ما يعني بس ما تفرض ابناء انا نعم. عندي قولا واحدة هذا مرفوض، ولكن والله العظيم كنت حاطط خطة، يعني رئيس نادي سبع شهور والدوري منطلق وبده تابع، ورغم اني سافرت مع البرام على طرطوس وهذا شغلي يعني نعم. وكنت انزل على التمارين واجي بالمدرب انا اقول له يا كابتن فلان ليك ما ترد على حدا في العالم، اللي بده ابنه يتدخل ياخذ كشفه والله معه سوي ما تفرقوا ما تجوا تعملوا محاباه بهدول الاطفال، يعني حرفتي ما قصرت انا بالفئات العمريه نعم. وكنت بدي انزل يعني انا حاطط بي الاخ سعيد يقول انه الفئات العمريه نعم. الفئات العمريه هم، وابني عانى فيها كثير انا بعرف فيها، وفي عندنا وجع بالفئات العمريه كبير وفي خلل وفي ظلم نعم في كل الانديه، بس هذا كان بده وقت بده وقت وبدك ناس تشتغل معك بشكل ما تعمل لي المحابات، يعني ما نشتغل نحن على بحط مشرف كره بحط مدير كره بحط مدير فريق بس ما تعمل لي انت فيها مثل المختار، بدها حزم خصوصا بالفئات العمريه. هلا لقاء نحن معنا دقيقه فقط فضل. لانه فعلا الجمهور كثير عم بي يعني لكن فضل. سؤال مكتوب جود بيقول لك استاذ مهدي ليش ما استنيتوا لا يخلص الدوري والكاس؟ ما استنينا لانه في يعني في عندك الكاس مباراتين الكاس والدوري لسه عندك مباراتين، ليش ما ضليتوا للاخير؟ استاذ مهدي لاقول لك على شغلي انا ليس بالامكان اكثر مما كان، يعني انا في مبلغ 500 مليون نعم اعضاء اداره ما ضل معي ولا واحد، ضليت لحالي خلص مشكله يعني انا ما بقى فيني هون استاذ ما بقى فيني كمل، يعني انا مكفي لحالي ما في، وانا قلت لك كنت موعود بمبلغ مالي من الاتحاد الرياضي ما اجى المبلغ يعني انا ما بقى فيني كفي، قلت لهم انا في مبلغ 100 مليون والمتبقي 600 ما عندي القدره اني كفي، ف انا يعني نعم. شو بيطلب مني النادي؟ انا لا يمكن هو كل النادي عم يجرب دمي يا في انا طلعت انطلقت من المدرجات يعني بحياتي ما قعدت بالمنصه الا برئاسه النادي. هلا بدي انقل لك يعني كلام المخرج لقاء بيقول لي بدها جزء 2 و3 للكلام عن نادي الشريف استاذ الغالي لانه انتهى الوقت. مشكورين كل عاملين في قناه وغاريت ليك حاطط لي هلا مثلا صوره ريال مدريد انا فاز على برشلونه انا برشلوني تفضل يعني برشلوني فرحان لقاء حقه على هلا على كل حال المباراه طبعا البرشلونه وريال مدريد كان يستحق جدا ريال مدريد الفوز على برشلونه بثلاث اهداف مقابل هدفين، كانت مباراه ممتعه لكن اللي افسدها حكم المباراه. كابتن مهدي شو رايك؟ انا بالنسبه لي برشلوني فبدي فورا خلص بدي اجزم انه افسدها بس تسمح لي انه وجه تحيه لجمهورنا الغالي على قلبي اللي كان التقي فيه كل اسبوع نعم كان يزيل الهم عن صدري والتعب اللي كنت اتعبه كله، اللي قدم لوحة فنية جميلة جدا من دون مجاملة تضاهي الجمهور الآسيوي، وانضباطه اللي كنا نسهر ليالي بآلية انه تخرج المباراة من دون اي شيء رغم انه تعرضنا لظلم، وانا كنت تابع يعني بيعرفوني بالاتحاد ما بسكت عن حق، احكي دائما بأي عقوبة بأي شيء ضل متابع وانا اذا بعرف انه على حق، خصوصا العقوبة الاخيره ما بيوجه حق، لاعبين 2 ضربوا خارج سور الملعب متعاقب بلا جمهور، كان في عقوبات في ظلم كان. على كل حال انا بدي اتشكرك جزيل الشكر للاستاذ مهدي بدور رئيس نادي تشرين المستقيل، اهلا وسهلا فيك شرفت يا استاذ مهدي. بشكرك استاذ وبشكر كل العاملين بقناه اوغريت وان شاء الله بشوفك فضائيه قريبا ان شاء الله. انا بتشكر سعة صدرك على فكره، يعني كانت اسئله بتوقع كانت مقلقة نوعا ما. الاستاذ لقاء عندي لسه حكي كثير معناتها ما فينا كملنا نعمل مسلسل معناتها ضروري توضح الصوره بس كمان بدي وجه يعني رساله محبه للاعبين اللي رجال بارض الملعب اللي تحملوا ظروف قاسيه في المجمل بنعيشها نحن كليتنا بالبلد، يعني ما انه على واحد والثاني لا، مجمل الانديه السوريه عندها صعوبات وعندها صعوبات الماليه صحيح يعني باستثناء نادي مثلا نادي الفتوه بتمنى منهم الالتزام بالتمرين
بتمنى انه التعب كله اللي تعبناه نجيب الكاس ونفرح الجمهور ان شاء الله. وان شاء الله ان يغدى يا رب ان شاء الله. على كل حال انا بدي اتشكر ايضا كانوا نجوم من تشرين كانوا على البث المباشر عم يتابعوا هذه الحلقه. انا بتشكرهم وبتشكر كل الشباب والجمهور اللي كان على البث المباشر من كل انحاء العالم. كلام في الرياضه لا ينتهي. الى اللقاء.